اللي يهم بقى نشاط الشباب ونشاط الأعضاء اللجنة العليا للجان برئاسة المهندس وليد مبروك، اللي كلفوا المجلس بالعمل على توسيع المشاركة ووجود ممثلين في الفروع داخل اللجان. فكر اللجنة العامة للجان وما يهم شباب النادي، معنا على الهاتف المهندس وليد مبروك متولي. مساء الخير يا باش مهندس. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم. مساء الخير يا باشمهندس عدلي. أهلا أهلا، ازيك يا باشمهندس وليد؟ ازيك؟ الحمد لله يا باشمهندس. يا رئيس لجنة اللجان، حلوة دي، اللي هي عمدة العمد يعني. عمدة العمد يعني ازاي يعني؟ كلك خير، كلك ذوق. اتفضل. قول لي، المجلس جدد الثقة فيك رئيسا للجنة العليا للجان، وقال ان في خطة شاملة لوجود ممثلين، ايه الفكر الجديد اللي هيضاف مع الدورة الجديدة؟ والله طبعا انا في البداية اكيد لازم اشكر مجلس الادارة كابتن محمود الخطيب على الثقة. احنا دايما بنقول اللي بيعدي جنب سور النادي الاهلي ده بيبقى يعني بالنسبة له حاسس بفخر يعني، فما بالك ان انت بتبقى بتعمل حاجة في جوه النادي الاهلي حتى لو عمل تطوعي واسمك مقترن باسم النادي الاهلي. يعني انا مش هقول ده وانتوا يعني قامتين كبار قاعدين عارفين ده اكيد، وانا تقولوه قبلي يعني. النادي الاهلي بيضيف لاي حد، واي حد بيتكلم جوه النادي الاهلي بيبقى عليه مسؤوليات اكبر من اي حد تاني متخيل بره النادي يعني. احنا الحمد لله يعني السنتين الاخرانيين دول اشتغلنا على محاور جديده كتير جدا في السبع لجان الموجودين. كان في اقبال من الاعضاء كتير والناس بتسالنا، حاولنا نزود بقرار مجلس عدد اللجان من 10 خلينا 15. فجينا المره دي دخلنا برؤيه مختلفه شويه عشان احنا عندنا ناس كتير فعلا بتسال وناس عايزه تشارك، والكابتن الخطيب كان داعي عن ده ان احنا نوسع قاعده المشاركه. فخدنا موافقه الحمد لله ان احنا السبع لجان دول كل لجنه يبقى لها رئيس. عندنا في كل مقر مقرر وسبع اعضاء. عندنا ثلاث مقرات. المقر الرابع هيتفتح ان شاء الله قريب خلال شهرين زي ما الكابتن الخطيب قال. لا بقى الصوت الصوت راح وانت بتشرح، يعني كل مقر هيبقى فيه سبع لجان؟ كل مقر هيبقى فيه مقرر وسبع اعضاء عن اللجنه، يعني انا النهارده عندي لجنه المراه ليها رئيس. تحت الرئيس ده مقرر في فرع الجزيره ومقرر في فرع ومعاه سبعه من الفرع ومقرر في مدينه نصر وسبع اعضاء ومقرر في التجمع وسبع اعضاء. هنعين طبعا بتوع التجمع ومن المقررين دول بتبقى اللجنه الرئيسيه للمراه مثلا. انا كاني عندي اربع لجان فرعيه من لجنه المراه. تمام. كل لجنه يعني كل لجنه ليها اربع لجان فرعيه للاربع فروع ليها رئيس في الاخر، هو بينصف ما بين المقررين دول وبيدور اعمال وشؤون اللجنه وبيحط الاستراتيجيز بتاعت اللجنه والشكل اللي هتشتغل عليه اللجنه، وبيتابع مع اللجنه العليا بقى اللي هي مسؤوله عن اللجان السبعه. طيب شباب النادي وسيداته بقى اللي هم حابين يتفاعلوا مع هذه اللجان في الفروع المختلفه يعملوا ايه؟ احنا من امبارح اعلنا على صفحه الاهلي على الفيسبوك اللي هي مجتمع الاهلي او الاهلي كوميونيتي، ومن خلال مكاتب العلاقات العامه في الفروع الثلاثه. تمام. بيدخل على الصفحه في زي لينك كده سهل جدا بيدوس عليه يدخل يسجل ويبقى قدم في انه يشارك، عنده يقدم في ثلاث اختيارات، اختيار واحد اختيار اثنين اختيار ثلاثه، يكتب شويه معلومات عن نفسه. وانا هو قدام حضراتكم بقول انا لو قدم 1000 هقابل ال 1000. هتقابل ال 1000. تمام. انا بحط الالتزام ده على نفسي عشان ما يبقاش حد يبقى عندنا مصداقيه وشفافيه. القدام اللي موجودين في اللجان اللي عايز يشارك منهم يتفضل يقدم زيه زي اي حد جديد، مفيش حد ليه اولويه على حد. احنا بنشتغل تاني من اول وجديد، دوره جديده خالص بمنتهى الشفافيه. هنقابل الناس كلها ونختار لجنه بمنتهى الشفافيه. القاعده وسعت جدا، احنا بدل ما كان عندنا 10 بقوا 15، النهارده بنتكلم في 33 واحد في اللجنه، ده الحد الاقصى يعني. فاحنا عندنا مساحه كويسه جدا للناس كلها تشارك، والحمد لله يعني اعضاء النادي الاهلي حابين يشاركوا وحابين يعملوا مجهود ويبقوا عليهم دور مجتمعي في النادي، انا متاكد من ده. على قد ما نقدر هناخد الناس اللي عايزه تشارك، بس برضو احنا كنادي اهلي بنحب ننقي الكواليتي ونقدر ننقي ناس تقدر تفيدنا وتدي فعلا دور كويس وتساعد على تطوير الشغل في اللجان وكده. هيبقى في منافسه طبعا يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم، لما يبقى في اربع مقررين مقرر لكل مقر بسبع اعضاء معاه، شغل الارض بتاع اللجان في كل مقر
فهيبقى في حاله من المنافسه بين الفروع يعني ان شاء الله، فده هيخلق فايده للاعضاء اكيد هيعود عليهم بحاجه كويسه يعني ان شاء الله. تمام باشمهندس، كل التوفيق ليك وللجان النشاط كلها في النادي ان شاء الله. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك يا باشمهندس، ربنا يخليك. ربنا يوفقكم. شكرا جزيلا للمهندس وليد مبروك متولي، اللي زي ما قلت لحضراتكم دور اللجان دي مهمه قوي يا باشمهندس.